والنهارده الحقيقه العالم العربي بيحتفل بيوم المجتمع المدني. يوم المجتمع المدني بيوافق 27 ديسمبر من كل عام. طبعا ده من أهمية دور هذا المجتمع في التنمية وفي مشاركة الدولة في كافة المجالات، وأعتقد أن المجتمع المدني في مصر ليه دور كبير جدا. هنتكلم مع حضراتكم عن أهمية هذا الدور وعن الاحتفال بيوم المجتمع المدني، إلى جانب أيضا العديد من الأحداث الخاصة بجامعة الدول العربية. لكن في البداية اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفتي اللي مشرفاني، برحب بالكاتبة الصحفية شاهناز عزام، نائب مدير تحرير روزا اليوسف ومندوبة روزا اليوسف بالجامعة العربية. أهلا بيكي، منورانا. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنتي طيبة. حضرتك طيبة. خلينا نبدأ من النهاردة، 27 ديسمبر هو اليوم العربي للمجتمع المدني، وده تم إعلانه من قبل جامعة الدول العربية. كلميني عن هذا اليوم وأهميته، وليه تم الاختيار ل 27 ديسمبر؟ تحتفل كل سنة جامعة الدول العربية بيوم 27 ديسمبر باليوم العربي للمجتمع المدني، لأهمية المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. تمام. خاصة رؤية مصر 2030. مصر كمان بتهتم جدا جدا بإدراج بالمجتمع المدني في الفترة الأخيرة، كمان من قبل فخامة الرئيس السيسي في اهتمام بالدولة المصرية. فأيضا جامعة الدول العربية أصدرت بيان أمس أكدت فيه عن طريق معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، هو رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أكدت فيه أن جامعة الدول العربية بترعى هذا الأمر، بالإضافة أن هذا اليوم في نهاية السنة هو يوم بيعتبر مهم جدا لأن بيتحقق أهداف التنمية المستدامة، إدراج القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في المجتمع المدني، في اهتمام أيضا بحقوق الإنسان، في اهتمام بتنفيذ الاستراتيجية للتنمية المستدامة. أكيد دور المجتمع المدني هو دور كبير، وزي ما قلتي بالظبط هو بيدخل في نطاق مشاركة الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات، وهذا ما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة المشاركة بين كافة أطياف المجتمع، سواء كانت الحكومة، المجتمع المدني، الأحزاب وغيرها من المؤسسات المختلفة. نقدر نقول أن يعني إطلاقه من جامعة الدول العربية ده بيعمم على كل الدول العربية في نفس الوقت؟ فعلا في اهتمام كبير من داخل جامعة الدول العربية بالمجتمع المدني وبالمنظمات المجتمع المدني. تمام. خاصة في بعض الدول العربية بتعاني من تهميش في منظمات المجتمع المدني في ظل الأحداث اللي بتمر بيها، زي فلسطين طبعا بتعاني من جراء الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني. فما فيش اهتمام من ناحية حقوق الإنسان، فيش اهتمام منظمات المجتمع المدني. في بعض الدول زي اليمن وزي سوريا زي ليبيا ما زال فيها بعض الإرهاب الذي منتشر فيها. فلذلك جامعة الدول العربية حريصة كل يوم 27 تصدر بيان رسمي بدعمها لمنظومة المجتمع المدني ومنظومة العمل، تعزيز العمل العربي المشترك. تمام. حقيقة جامعة الدول العربية هي بتهتم بكافة القطاعات، يعني المجتمع المدني، وشفنا كمان يعني اجتماع وزراء الإعلام العرب هنا في القاهرة، وطبعا كان في العديد من الرسائل اللي يعني ألقى بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا الاجتماع. من هنا بنقدر نقول ان يعني الجدول الخاص بجامعة الدول العربية واهتماماتها في كافة الدول العربية بتشوفيه ازاي وبترصديه ازاي من خلال حضورك لهذه الاجتماعات؟ الحقيقة انا كمندوبة روزا اليوسف في جامعة الدول العربية كنت سعيدة جدا لما عرفت ان مصر هي اللي ترعى هذا المؤتمر وزراء الإعلام العرب. كنت فرحانة جدا. صحيح. إن بلدي هي اللي بترعى هذا الأمر، لأنه من أهم المؤتمرات التي عقدت في عام 2022. صحيح. وتحت رعاية فخامة الرئيس السيسي، اهتمام فخامة الرئيس السيسي بالإعلام العربي اهتمام مهم جدا، حتى إن فخامته قابل وزراء الإعلام العربي بنفسه. صحيح. صحيح. وكان في رسائل إعلامية قام بإصدارها فخامة الرئيس لوزراء الإعلام. صحيح. وكان من أهمها أن يكون هناك يعني رسالة واحدة لكل الدول العربية في مكافحة الإرهاب وفي التوجيه نحو التنمية المستدامة لكافة الدول، وأعتقد أن دي من الرسائل المهمة جدا للإعلام في كل دولة وخاصة الدول العربية. في مؤتمر وزراء الإعلام العرب في بعض القرارات صدرت فيه مهمة جدا،
ان اصدار التفعيل الاستراتيجيه الاعلاميه العربيه، ودي مهمه جدا برضو. دعم الاعلام العربي في الدول اللي بتعاني من الارهاب والتطرف، ودور الاعلام اللي بيلعب دوره خاصه في مواجهه الارهاب والتطرف المنتشر في الدول، بعض الدول العربيه زي ما احنا قلنا سابقا، مثل سوريا، مثل مثل ليبيا، مثل اليمن، مثل فلسطين، خاصة ان في واحدة اعلامية فلسطينية هي شهيدة شيرين ابو عقلة، دي استشهدت. فاهتمام مصر برعايتها لمؤتمر وزراء الاعلام العرب مهم جدا جدا، خاصة تنفيذ الاستراتيجية الاعلامية العربية، وان هم يضعوا كمان منصة للاعلام، وكمان في قرار مهم جدا وهو دعم الاعلام التربوي في المدارس، في المناهج الدراسية في الدول العربية. دي كانت مهمه قوي عشان الاجيال اللي بعد كده ان هي تبقى مهتميه باهميه الدور اللي بيلعبه الاعلام. لازم الاجيال اللي بعدينا تعرف الاعلام بيتعب قد ايه، بيبذل مجهود قد ايه، اظهار الصوره الصحيحه للعالم، بدل في بعض وسائل الاعلام الغربيه اللي بتهاجم وتنقل صوره غلط عن مصر وعن الدول العربيه. فلذلك ان مصر راعت هذا المؤتمر، مؤتمر مهم جدا، وفي قرارات كانت مهمه جدا. وكمان ان الكويت في فبراير القادم هي اللي هترعى المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب، ولكن مصر برضو هي اللي هتكون الراعيه مؤتمر وزراء الاعلام العرب ان شاء الله. وخصوصا كمان ان احنا في هذه الايام بتشهد ايضا ختام فعاليات احتفاليه طرابلس عاصمه للاعلام بحضور وزراء الاعلام العرب في العاصمه الليبية، فأعتقد أن دي برضو يعني احتفالية يعني ذات هدف كبير جدا خاص بالإعلام، يا ريت برضو تكلمينا عنه. المؤتمر الذي عقد في طرابلس كعاصمة للإعلام العربي ده حاجة ممتازة جدا، ده يدل على بعض الاستقرار داخل ليبيا في الوقت الحالي. إقامة مثل هذا المؤتمر وهو اختيار طرابلس كعاصمة للإعلام العربي يدل على حرص جامعة الدول العربية على الاهتمام وإرسال رسالة للعالم إن في استقرار في بعض الدول العربية على عكس ما تصدره بعض وسائل الإعلام. يعني في قرارات مهمة جدا صدرت عن هذا المؤتمر طرابلس عاصمة للإعلام العربي، منها تكريم الشهيدة شيرين أبو عقلة بجائزة السرايا الحمراء، ودي أول مرة تكريم لشهيدة، لأن هي بإجماع كل وزراء الإعلام العرب على تكريمها، ودي أول مرة. في أيضا أن القدس كمان عاصمة دائمة للإعلام العربي، جامعة الدول العربية بإجماع كل وزراء الإعلام العرب تم إقرار أن القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، ولذلك كل سنة بيتم اختيار عاصمة من أحد الدول العربية. يعني سنة 2023 بيروت تم اختيارها عاصمة للإعلام العربي. هذا العام تم اختيار طرابلس عاصمة للإعلام العربي، ولكن القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي لأهمية فلسطين، والقضية الفلسطينية هي محور اهتمام جامعة الدول العربية وفي أولوية كل اجتماعاتها وقضاياها. فعلا يعني القضية الفلسطينية دائما ما تحظى باهتمام كبير جدا، وبصفة خاصة من الدولة المصرية وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دائما ما ننوه على أهمية هذه القضية وأهمية ما يتم طرحه من خطوات لحلول هذه القضية. مش ممكن يعني واحنا بنتكلم عن جامعة الدول العربية نغفل القمة العربية التي عقدت بالجزائر، وطبعا كان ليها أهمية في العديد من المناقشات والحوارات التي دارت حول أهم القضايا العربية. القمة العربية التي عقدت في الجزائر 2022 كانت مهمة جدا جدا، خاصة ان الجزائر اخر قمة عربية عقدت فيها كانت 2006، فالجزائر كان بقى لها فترة طويلة جدا لم تعقد فيها القمة العربية. وجامعة الدول العربية خاصة بعد جائحة كورونا يعني تأجلت القمة عدة مرات نظرا لجائحه كورونا، الظروف اللي كان بيمر بيها الدول العربيه، فكان العالم كله او العالم طبعا كله. فجامعه الدول العربيه بعد مباحثات واجتماعات طويله تم اختيار الجزائر، رحبت طبعا، هي قدمت ورق ان هي تريد ان تستضيف القمه العربيه، ووافقت جامعه الدول العربيه باجماع المجلس الوزاري، وتم اختيار الجزائر. وهذه القمه كانت في غايه الاهميه، وجت في توقيت مهم جدا نظر الاحداث التي تمر بها الدول العربيه في الفتره الاخيره، خاصه في ظل جائحه
كورونا في ظل التطرف والإرهاب الذي تعانيه بعض الدول العربية. في صحيح. في قرارات صدرت عن هذه القمة، طبعا حضرها نعم القرارات فخامة الرئيس وحضرها كل الرؤساء، ومصر لعبت دور رئيسي برضو مع الجزائر في دعم القضية الفلسطينية. جامعة الدول العربية دعمت القضية الفلسطينية، تعزيز القضية الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك. صحيح. وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، يعني ضرورة إنهاء هذا الاحتلال، ضرورة أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين. في قرارات تم إصدارها برضو مهمة، وهو ضرورة الوصول لحل سياسي للأزمة السورية، أيضا توحيد الصف العربي، طبعا إنهاء كمان دعم الحكومة الشرعية داخل اليمن. في قرارات، هذه القرارات كانت مهمة جدا في هذا التوقيت، خاصة أن الرؤساء الدول العربية ما اجتمعوش من فترة طويلة من جائحة كورونا، فنجحت هذه القمة بنجاح غير مسبوق، وتم اعتماد كل القرارات دي لتنفيذها في الفترة القادمة. واللي عجبني جدا برضو ان التأكيد على مركزية القضية القدس عاصمة أبدية لفلسطين. صحيح. وتوحيد الصف العربي، و دي من اهم يعني الاساسيات او الاهداف اللي بتسعى ليها كافة الدول العربية، وطبعا جامعة الدول العربية في كافة. وحاجة جديدة برضو الخلاف الحدودي ما بين إريتريا وما بين نظيرتها، برضو على في خلاف سياسي بينهم، فهذا الخلاف برضو هو سبب رئيسي ان جامعة الدول العربية بتحاول اللي هي توحد الصف العربي، والاول مرة يعني نلاقي حضور كامل من كل زعماء الدول العربية، كلهم كانوا حاضرين، ما فيش حد تخلف عن الحضور. ده يدل على لأول مرة توحيد الصف العربي فعلا بفعل، وبتأكيد على مركزية القضايا العربية، خاصة إنهاء الخلافات ومواجهة التطرف والإرهاب. يعني إحنا منذ عدة أيام في تفجيرات حصلت إرهابية في العراق وفي كردستان، مكافحة الإرهاب طبعا من الأساسيات اللي بنسعى إليها في كافة الدول العربية، لأنها الآفة اللي بتدمر المجتمعات بشكل كبير، وأعتقد أن ليها أولوية كبيرة جدا في المباحثات والمناقشات التي تتم في كافة المحافل. لكن أكيد لحضرتك جامعة الدول العربية كل يوم إحنا بنحضر الاجتماعات بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا، يعني أنا بشوف الناس دي فعلا، بشوفها بعيني، بشوف الناس دي فعلا الدبلوماسيين كلهم بيحرصوا على الاهتمام بالقضايا العربية، ده شأن العمل السياسي زي ما بنقول، وده دورهم، وإن شاء الله قادرين إن هم يصلوا من خلال هذا الدور إلى تحقيق نتائج إيجابية بشكل كبير في كافة القضايا. كلميني كمان عن الاجتماعات الخاصة بالبرلمانات العربية، وأعتقد إن دي ليها برضو دور كبير جدا في مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالشؤون الداخلية أيضا للدول العربية. البرلمان العربي برئاسة الدكتور عادل العصومي، هو رئيس البرلمان العربي، بذلوا في عام 2022 مجهود كبير وتحقيق فعاليات مهمة جدا، أهمها أن قام رئيس البرلمان العربي بإهداء رئيس الجزائر عبد المجيد تبون بوسام القائد، ودي الأول مرة، نتيجة لجهوده في تعزيز العمل العربي المشترك ونجاح القمة العربية في الجزائر. تقدير من البرلمان العربي لدولة عربية قامت بنجاح قمة مهمة جدا لتوحيد الصف العربي. النقطة الثانية والأهم، أن في يوم الاحتفال بالعالمي باللغة العالم العربي باللغة العربية، قام البرلمان العربي بإطلاق أو المناداة بإنشاء ميثاق عربي مشترك للغة العربية، نتيجة لأنها لغة القرآن والأهمية اللغة العربية والحفاظ عليها. لأن طبعا حضرتك عارفة أن في بعض الدول العربية بتعاني من أن تكون اللغة الفرنسية أو اللغة الأخرى تطمس اللغة العربية، فلذلك جامعة الدول العربية قام بالدعم هذا الأمر أيضا بجانب البرلمان العربي. يعني البرلمان العربي هو اللي نادى كده، وفتم فعلا في القرارات التي صدرت في اليوم العالمي للغة العربية بتوحيد وإنشاء ميثاق عربي مشترك، ودي لأول مرة البرلمان العربي يقوم بإصدار هذا الأمر.
حقيقة يعني العديد من المؤتمرات والتوصيات أيضا الناتجة عن هذه المؤتمرات التي أدلت بها جامعة الدول العربية على مدار عام كامل من المناقشات والفعاليات، واللي بنتمنى أن يكون ليها الأثر الإيجابي البالغ في إيجاد حلول لكافة القضايا العربية بإذن الله، وبننتظر المزيد والأكثر مع 2023 بإذن الله. والحقيقة يا فندم بس النهاية احنا بنشكر فخامة الرئيس السيسي على جهوده في قمة المناخ، لأن قمة المناخ نجحت نجاح صاحب جدا الحمد لله، وده نتيجة الإعداد الجيد اللي قامت بيه الدولة المصرية لهذا المؤتمر الدولي، اللي لاحظنا اهتمام العالم كله وحرص العالم كله على التواجد فيه من كافة الدول يعني ورؤساء الدول، يعني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا المشاركة من كافة الدول العربية والإفريقية. ده دليل نجاح كبير جدا لهذه القمة، وإن شاء الله ما نتج عن هذه القمة من مش عايزين نقول توصيات ولكن قرارات وخطط للحفاظ على البيئة العالمية مهم جدا. سريعا لأن وقتي خلص للأسف الشديد، فأنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية شاهناز عزام، نائب مدير تحرير روزا اليوسف ومندوبة روزا اليوسف بالجامعة العربية. نورتيني، كل السنة وانتي طيبة. وحضرتك طيبة يا فندم، شكرا لحضرتك. شكرا ليكي، وبشكر كل اللي تابعونا، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله يا رب 2023 تكون سنة خير وسعادة وأمل وتفاؤل على مصر وعلى كل المصريين. بكرة لقاءات جديدة، ودايما مصر جميلة.